إذا كان عندك القذف السريع الزواج دواء، ماشي حسك تخاف من الزواج، ولكن العكس حسك تزوج في أقرب الأوقات. هذه الحالة لواحد السيد اللي جاء العيادة، مناسبة العيادة موجودة في الدار البيضاء 23 زنقة الأمير مولاي عبد الله، رقم الهاتف 05 22 26 90 52، قريبة الكرة الأرضية وقريبة محطة القطار كازابور. اذا جا هو قال لي الله يخليك مازال شاب صغير في عمره 30 عام وتيبغي شي وحده وباغي يتزوج بها، وهي قالت له الا ما تزوجتي بيا انا رانتحر، وهو قال لها حتى هو الا ما تزوجتيش تاتينا بيا انا رانتحر، لان هو تيحبها وهي تتحبه. ولكن المشكلة شنو هو؟ المشكل هو انه عنده القذف السريع. هذه القضيه هذه ديال هذا المشكل ديال القذف السريع، المهم قلبته الذكر ديالو مزيان، الفولات ديالو مزيان. انا سولته قلت له واش عندك الرغبه الجنسيه؟ قال لي عندي الرغبه، انا تنموت عليها وتنحبها وكذا وسميتو. قلت له واش الرغبه؟ فهمتي شنو هي الرغبه؟ قال لي لا. قلت له الرغبه هو انك واش مشوق لي لها؟ قال لي انايا تنهضر في التليفون معاها تيوقع لي انتصاب. مزيان، يعني من بعد في الهاتف يعني عنده انتصاب. زيد على ذلك هو تيموت عليها، تيحبها واحد الحب كبير وهي تتحبه واحد الحب شديد، وهذا الحب هو حقيقة من تيكون الحب بين الرجل والمرأة أو بين الخطيبة وبين الخطيبة ديالو، يعني هو تيشعل النار بيناتهم، ماشي بحال واحد يتزوج ما تتحب ذاك الراجل مولي تتزوج وصافي، بحال تتكون عندك واحد العلاقة غرامية واحد الحب. داك الحب يعني هذاك اقوى شيء واحسن شيء ملي تتكون داك العلاقه الشوق بين الرجل وبين المراه. اذا الحمد لله عنده الذكر مزيان، عنده الرغبه الجنسيه، عنده انتصاب. شنو معنى هذه القضيه هذه؟ لا عندك الرغبه الجنسيه وعندك انتصاب، بمعنى عندك الموتور خدام ماشي ساكت. المشكل هو الا ما عندكش الرغبه او لا ما عندكش انتصاب. اذا اي رجل كيما بغى يكون الزواج يعني دواء، داكشي باش يعني العقد تنسميه عقد الزواج او لا عقد النكاح. يعني ملي تتزوج تتكون تتمارس، تتكون عندك علاقه جنسيه، تيقدر داك القذف السريع يعني ما يبقاش، تيقدر يبقى. هي لا بقى مثلا انت تاخذ واحد الكينه وصلت على النبي، لان العماد على الموتور، المعود عندك الذكر تيقوم وعندك الرغبه، اذا النمر الواحد. اذا اي راجل كيما بغى يكون عندك الرغبه وعندك انتصاب يكون عندك القذف السريع، او لما يكونش حسك تزوج في اقرب الاوقات. زيد على ذلك السيد هو في العياده ومسكين تيبكي البكاء، لان يعني تيحبها واحد الحب شديد. قال لي شوف شو وجه الله. قلت له شوف دابا انا قلبتك الحمد لله، انت راك طبيعي، عندك الرغبه الجنسيه، عندك الانتصاب، الذكر مزيان الحمد لله، انت تتبغيها وهي تتبغيك، واش باغي اكثر من هذا الشيء؟ توكل على الله وتزوج قبل ما يجي واحد اخر ويديها لك. شكرا لكم يعني على المتابعه. شاركونا في فيسبوك دكتور بن يشوف، يوتيوب دكتور بن يشوف، انستغرام دكتور بن يشوف، تيك توك دكتور بن يشوف. موعدنا كل يوم اثنين على الساعه 10 بالليل ان شاء الله. رقم الواتساب 06 64 00 95 50، او 06 64 00 33 30. الا كنت باغي الفحص تقول لي اوكي يكتب هي اوكي، او لا جوفين كونسلتاسيون او لا اون تيلي كونسلتاسيون، ونتصل عليك ان شاء الله. شكرا لكم وأدام الله عليكم الصحة والعافية.